مشاهدي قناة أنفاس برايس، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى من جماعة مالي الواد إقليم بن سليمان في وقعات هنا في كنا منزل الشاب. تحية الشغب الجماهيري اللي وقع البارحة بمدينة القارة. اليوم معنا الشاب، الآن معنا الشاب صديق دياله اللي كان معاه في القهوة وخرج معاه وبقى معاه التوقع اللي وقع، إلا أن هذا الشاب كتشوف واش وقع عليه في وجهه، نجا الله حفظه الله ما وقع عليه والو، هرب الا الصديق ديالو مات وهو راه ممتيق دابا فحال الصدمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم صاحبك، كيفاش خرجت من الحال؟ خويا حنايا شقهوينا مجموعين، شقهوينا مجموعا، لعبنا جايين بخير، ما تفرجنا ما غير باش نتفرجوا ما والو، جايين بخير، خارجين مع 8 ديال الليل، جايين شي كنصادفوا في 50 واحد لابس تونيات دراج كيضربوا بالفلام وبالحجر وبالعصي وكيضربوا الضرب بالقتل، ما كاينش شفقه ولا يحن فكولا، ضرب القتل وضيعوا منا صاحبي وخويا، ماشي داو هكاك عمدا ضرب القتل، قتلوا عمدا. نتوما خارجين من القهوه جايين للدار؟ راه جايين للدار مع 8. عبدك الله كيفاش وقع لك انت ضرب في وجهك؟ شنو وقع انت كيفاش هربتي؟ انا راكب بوحدي معايا انا دري صاحبي وهو مع بوحدو حتى هو سايق، حنا اللي سايقين ماطر. انا بقيت كنكافح ودايز، ما نقولش لك ظهري كلشي مضروب، ها انت وجهي فمي سناني كلشي هو ضربو الراس، هو ضربو الراس، انا ضاربني ضربو الراس غيبو صافي، هو يمشي للطريطوار شضرب طاح قتلو. انتوما اول مره تشوفوا بحال هادشي؟ اول مره عمرنا وقع علينا بحال هادشي، اول مره، اول مره بنادم كيضربك بالفلام باغي يشقبك كيصيفط لك صاروخ بحال السيوف الزراوط وتابعينك باغين يقتلوك، ماشي هادي غير ضربوك وباغين تابعينك، واللي داز كيضربو، اللي داز طونوبيلات جاو مهرسين غادا للكازا مشاو مهرسين. صاحبك تاو غادي بالموطور بغا يهرب ما كان باغا يهرب، حنا غادنا هاربن غادي نهربن وكناكلو في الدق غادي نكليكيش، كنلقاو كليكيش كل وحدين واش هازين او علاش قتلو. انا راه عندي عمر جديد بحال يلاه تزت. كيفاش جاتك ديك الضربه في وجهك؟ شي حجرات ولا اللي جاو ليا في وجهي؟ كان تيار بالحجر. هو شفتي فاش تضرب؟ داز من حدايا راه الكاميرا لاقطه. وديك الساعه اللي داز حداك مضروب ما كنتيش كتضرب؟ طاح هو قدامي ضوبني وطاح قدامي، مني ضربو وطاح قدامي وضوب الشو، انا بغيت نوقف من الشوم حدا مجموعه نبارك كيضربوا فيه هربش، هو طايح فلاد مسكين. هو كيضربوا فيه وانا نهرب ما قديتش نوقف، حتى قالوا لي صاحبك راه ماشي عاد رجعش عنده. شنو تبغي؟ شنو العقوبات تبغي لهاد الناس؟ نبغي ياخذوا لي حقه وياخذوا لي شي انا حق، حيت هادشي راه كاين الظلم، لا بقى على هاد الحساب بحال هكا راه كاين الظلم، واجي عند عود الموت قدام كتشوفه بعينك حشومات عدبوه في حياته ودريويش، ماشي شي واحد اللي حنا دريوش ما غير الا ما والله اخويا ما عندي مع لا راجل لا وداد لا والو، ما فرش فيها نهائيا، انا ما عارفهاش واش لاعبه ولا ما لاعبهاش. شنو كيوقع لينا هاد المشكله؟ كتبك عمر زيد بارك داكشي اللي كاين ما سمعت. اذا مشاهدينا كيف ما سمعتوا هذا صديق الشاب ضحيه الشغب اللي وقع امبارح مدينه منقرير يروي ما حدث كما كتسمعوا، قال لكم خارجين من القهوه فوق دراجات ناريه، الا كيتصادفوا بالعدد كبير من الجماهير الرجاويه اللي من التما وجايه اللي لقاتو في طريقه حكا تهرسوا وكيشيروا بالفلام. الله يرحمه الشاب اللي توفى، حاول يهرب ولكن ما استطاعش، هذا الصديق ديالو اللي استطاع يهرب كتب لي عمر جديد وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا لعائلات الشاب اللي توفى البارح في مدينة بنقريل للمنزل ديالو، جماعة مالي الواد حد ولد زيان بن سليمان